مين صح؟ مدرسة، مدرسة المضحكين. ربنا مدرسة بمعنى مدرسة مفيش، إلا لو كان حد بيقلد حد تاني، بيقلد أسلوب ممثل كوميدي تاني، فده ما نقدرش نعتبره مدرسة، نقدر نقول إن ده تقليد يعني. مين ناظر المدرسة؟ ناظر المدرسة برضو نقول، هنقول مين ناظر المدرسة؟ أصل مش عارف يعني هنعملها مدرسة، مدرسة كوميدي هلس يعني. نقول فؤاد المهندس. عبد المنعم الدولي. مين الألفة؟ الأستاذ الكبير فؤاد المهندس. الباقيين ألفوات كلهم برضو. مين التلميذ الفاشل؟ أنا. تلميذ خايف في المدرسة. يبقى سايز زيان. ممكن اعتبره تلميذ كده ضخم كده وبقاله مده في المدرسه دي. والتلميذ المنحوس سعيد صالح. سمير خفاجه. انت شخصيا لما كنت تلميذ في المدرسه كنت شاطر ولا كنت خايب؟ لا انا كنت خايب، كنت من العيال الخايبه مظبوط يعني. انا كان ليا صديقي اسمه شريف كمال، ده كنا احنا الاثنين دايما حظنا يجي فصل واحد، كان الفصل يبقى 41 نفر، كنا نتبادل انا وهو، مره انا ال40 ومره هو ال41، او العكس مره ال41 وهو، لما يكون هو سابقني متقدم عني ذاكر شويه يعني يطلع ال40. متهيألي مفيش كوميديان كان تلميذ ناجح، كلهم كانوا بولا ده بما فيهم انا. بما فيهم انا كنت تلميذ بليد. ايه المادة اللي كنت ناجح فيها والمادة اللي كنت فاشل فيها؟ المادة اللي كنت ناجح فيها اللغة العربية، المادة اللي كنت فاشل فيها اللغة الأجنبية التانية. التاريخ، أنا كنت أحب التاريخ، يعني كنت أول ما أستلم الكتب أقرأ كتاب التاريخ ده في أول ليلة. طب أكتر مادة كنت خايب فيها إيه؟ العربي الحقيقة يعني، وده للأسف نتيجة كان عندنا مدرس كان فظيع بقى. يعني كان ما كانش بيضرب التلامذة على قدر ما كان بيعمل يعني عملية تعذيب من بطوع العصور الوسطى. ما حصلش مرة فترة التلامذة انك اخدت علقة سخنة؟ وظروفها كانت ايه؟ كانت امتى وليه وازاي الى اخره؟ علقة واحدة؟ لا اكيد من الناس اللي بتمثل ديت، واحنا عيال اتضربنا كتير. انا واحد من الناس كنت بتضرب بمعدل كل اسبوع 10 مرات في الاسبوع. كنت باكل علقه عشان باجي متاخر، بكون بتفرج على مسرحيه في المسرح القومي في الازبكيه، بروح اتفرج فبعلقه، مش مهم العلقه تفوت ولا حد يموت وهنتفرج على المسرح.